الوصل خاصة في الدفاع مع التقدير الكرة اللي جاية مع التقدير الكرة اللي على الأرض ممكن تطلع ممكن يعني كل هذه الجزئيات يمكن تفرق في مباراة كرة قدم يعني غلطة واحدة هدف وتغير شكل المباراة وكبر الضغط ولذا أكيد بالنسبة للوصل المجازفة وراء لا يعني أنك تحاول تبني وتلعب نفس ما عملت في دبي لا انسى الموضوع لازم تحاول تبقى تخرج من مناطقك وتلعب قدام على الكرة الثانية يعني ترمي على المهاجمين والكرة اللي نازلة تحاول تكون عندك ثلاثة لاعبين في نص الملعب هما اللي ياخذوا الكرة الثانية ومن هناك تنتقل بسرعة للهجوم أنا أتفق مع الكابتن فهد في موضوع أنه اليوم الدور على ليما وعلى ويلتون وعلى جيبور حتى في الأدوار الدفاعية الضغط الأدوار الدفاعية لازم يبدأوا ساتر هما للنص الدفاعي والأكثر من هذا حامد أنهم يرتحوا شوية الدفاع لما يخليوا الكرة عندهم شوية مش أول ما توصل لك تخسرها الكرة لازم تخلي شوية الكرة عند سوارز تخلي شوية الكرة عند ليما تخلص جيبور يحاولوا ينسقوا بيناتهم وينتظروا يجيهم الدعم من ورا باش يخلقوا شويه خطوره ويرتحوا شويه المدافعين نتاعهم لانه اذا كل كره باش ترجع بسرعه للمدافعين انا اعتقد في وقت ما لازم يخطئ المدافع مش باش يقعد كل مباراه يعني وفي نقطه اخرى مهمه جدا هي نوعيه لوكاس لاعب بالكوره جيد جدا ولكن في الحالات الدفاعيه وفي الثنائيات انا اعتقد لوكاس غالفاو مدافع جيد جدا بالكرة في خرج الكرة في بناء اللعب يصار من أعلى الطراز أنا نشوف محترمة جدا اللي صار متاعه في اللعب وفي المشاركة في اللعب ولكن في الحالة الدفاعية بصراحة عليه شغل كبير لاعب ارتكاز أكثر من كونه مدافع أنا أتصور هيك أنا أتصور هيك هو على فكرة يعني أنا المباراة اللي فاتت ما تقدر تحكم عليه إنه ما اختبر المباراة اللي فاتت صراحة لكن هو أيضا يلعب ظهير أيسر يلعب ظهير أيسر يعني هو داخل على الهجوميه كثير إيه ويلعب وبالفعل كورته يعني عنده ثقة مش كورة مدافع كورته نظيفة برازيلي اشول لاعب يعني تحسه هذاك علاش تخاف عليه في الجانب الدفاعي وفي التمركز وفي التغطية هذه الجانب لانه ريفلكس يعني ردة فعل تلقائيا يمشي على اليسار تلقائيا يطلع مع الكورة يخلي فراغات هذه نقطة مهمة جدا حسب رأيي طيب 2-0 في الذهاب الهلال يبدأ متأخر أمام جمهوره العريض بمدرب قديم جديد من صاحب المبادرة أولا وهل سيخطئ ريجيكامب إذا ما أراد أو ذهب إلى تسكير في الخلف وإغلاق المناطق صاحب المبادرة أكيد الهلال راح يكون أنت متقدم ب 2-0 لكن ما تلعب دفاع مبالغ فيه يعني اوكي الكره عند الفريق الخصم تقعد ترجع تسكر مناطق تحاول انك تضيق المساحات لكن لما الكره عندك تتحرر وتروح لكن في شيء واحد انا اعتقد ان اليوم الوصل مثل ما قال الكابتن دبير انه الثلاثي اللي هو سواريز مع جايبور مع ليما كلهم يستطيعون يمتلكون كره ما يخسرون كره بسهوله فبالتالي راح يحصلون كور ثابته كثيرة وهذا اللي أظن راح أعول عليه اليوم فريق الوصل خصوصا مع الثلاثة خاصة سواريز من النوع اللي يلعب بظهره وايد كويس قادر يحضن وقادر حتى في العمق محطة يكون محطة وقادر يعطي طيب. حق زملائه فرصة انهم يساندونه وما يخسر كرة بسهولة وهذا يمكن نقطة اليوم إضافية حق نادي الوصل في مباراة اليوم إن شاء الله يستغلونها مباشرة نتحول بكم مشاهدينا الكرام إلى الزميل عامر عبد الله معلقا مواصفا على أحداث لقاء الإياب لدور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال الهلال السوداني يستضيف الوصل الإماراتي عامر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام أيها المتابعون في كل مكان إننا في الغالية أم درمان حيث وصل الإمارات يواجه الهلال السوداني الشهير والكبير هنا في استاد الهلال لملعب يتجاوز عمره 60 عاما حيث هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مواجهة مرتقبة على أرض الطيبين على أرض الأدباء على أرض الشعراء
على أرض من زينوا سيرتهم على مر سنين بالأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق. أنت على أرض السودان الحبيبة، أنت على أرض من يبتسم دائما في وجه كل شقيق وفي وجه كل زائر إلى أرض طيبة عرفت دائما باستقبالها وترحيبها لكل من يزورها. ها نحن نحط الرحال في الخرطوم وفي أم درمان على أرضية هذا الملعب استاد الهلال وسط جمهرة من الجماهير الهلالابية الحاضرة والمهازرة بشكل قوي جدا وكأنها لا تكترث لنتيجة الذهاب. آدم في هذه الليلة هو من يقود الهلال بعد صالح آدم، طبعا صالح آدم بعد إقالة المدرب التونسي وتواترت الأنباء ما بين إقالة ما بين بقاء ما آخر شيء الزول غرر أن التونسي خلاص وصالح آدم هو المدرب. لكن منظر جميل جدا هنا حكم المباراة السيد محمد عبيد شارف الحكم الجزائري الذي يتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى في مباراة الليلة. لكن هنا الهلال هنا السودان، والله نفرح بهذا المنظر نسعد بهذا المنظر. أجمعت شعوب الوطن العربي بأسرها على محبة السودان. يا رجي كام يا رجي كام أنت في أم درمان أهلا وسهلا بك. إذن الوصل الإماراتي في مواجهة الهلال السوداني. شكرا للزميل عزيز حامد الحارثي للكباتن الأكفاء الكابتن فهد خميس الكابتن زبير بيا. وأهلا بكم أيها الأحبة الكرام أيها المتابعون في كل مكان. الهلال مولعها بدري، الهلال أبي مولعها بدري. الأجواء ليست سهلة على الوصل في مباراة الليلة وما زالت الألعاب النارية ومنارة المسجد التي تزين محيط هذا المكان. يا سلام يا سلام يا سلام، الهلال ولع نار، الهلال يا له من أجواء يا له من أجواء مع بداية المباراة. الهلال السوداني وفي ملعب المقبرة على قولة الزولات. كامل التوفيق إن شاء الله للفريقين بالذات لممثلنا فريق نادي الوصل الإماراتي. بطبيعة الحال كإماراتي أتمنى لفريق نادي الوصل، ولكن أكيد سنكون منصفين في الوصف والتعليق وإن غلبتنا العاطفة في بعض الأحيان. الهلال السوداني يبدأ بالأوغندي سالم عمر في حراسة المرمى، أطهر الطاهر، حسين الجريف، عبد اللطيف سعيد، سموئيل ميرغني وسط الملعب، أبو عاقل محمد، محمد فضل، نزار حامد، محمد موسى الضي، محمد دراج، ووليد بخيت الشعلة. هذه ضربة البداية لوصل الإمارات بمحمد البيرك في حراسة المرمى، عبد الرحمن الصالح، جالفاو، عبد الرحمن علي، جورج في خط الدفاع، خميس إسماعيل، وحبوش صالح، وحمد البلوشي، فرناندو جايبر، وليمة أمامهم، ويلتون سواريز. هذه تشكيلة السيد ريتشي كام في مباراة اليوم بالأربعة 4-3-2-1. الفريق السوداني طبعا مطالب بتعويض الهدفين، يحظى بمؤازرة، يعني هو يسمونه من زمان هلال الملايين، هلال الملايين. لكن أمامك إمبراطور الليلة يا هلال الملايين، إمبراطور الكرة الإماراتية فريق نادي الوصل. أهلا بالبطولات العربية، أهلا بالتجمع العربي، أهلا بالتآخي العربي، أهلا بالتنافس العربي في أجواء جميلة جدا. الكرة ملعوبة تتخلص من جورج، ترجع مرة ثانية في منتصف الملعب، حبوش بيحاول يمشيها، رجعت لمحمد فضل اللي مشاها، لكن ارتدت الوصل الآن، كرة أمامية خلف المدافعين، لكن أقرب للحارس الأوغندي اللي خرج في الكرة الماضية وخلصها ما أقولك سالم عمر. الكرة تخلصت رجعت لحمد البلوشي، حمد لحبوش، مرة ثانية تمريرات بين اللاعبين نادي الوصل. أجواء ليست سهلة إطلاقا، أجواء ليست سهلة إطلاقا. كرة ملعوبة عالية وأمامية، استبعاد وإخلاص وتخليص الكرة من حسين الجريف،
رجعت مرة ثانية، محاولة ليما بيمر بشكل جميل، فيها مساحة، كرة للوصل في مكان سليم، ضربة حرة مباشرة تستدعي حضور البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية، والخطأ كان على محمد دراج 29 سنة، وضربة حرة مباشرة. ليما يحاول بالخبرة أن يمتص الحماس الرهيب لجماهير الهلال السوداني. جماهير الهلال وجماهير المريخ جاءت إلى أرض الإمارات في الكلاسيكو السوداني الكبير، وكنا سعيدين. وأنا راح أعيد لكم كلام ذكرته في مباراة وفي مناسبة سابقة على لسان أحد مسؤولي منظمي تلك المباراة، قال والله، وهو يحلف والله يا صلاح آدم، رغم التعصب والديربي اللي بين المريخ والهلال، الهلال والمريخ، إلا أن الجمهور السوداني كان في غاية التنظيم وفي غاية التعاون، وكانت من أسهل الأحداث تنظيما على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه رسالة حق تقال لجمهور وشعب مثقف الحقيقة ومتعاون. وأرجع وأقول السوداني أخلاق. ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، خميس إسماعيل، إن سجل الوصل هدف سيسهل كثيرا من مهمة الوصل الصعبة جدا في هذه الليلة. ضربة حرة مباشرة، خميس إسماعيل يجيد التسديد من هذه الأماكن، هو اللي راح يشوت، خميس بيلعبها، الكرة بتصطدم بحائط الصد، ترجع، ألف سلامة، ألف سلامة إن شاء الله، ألف سلامة. سقوط أحد لاعبي فريق الهلال السوداني على أرضية الملعب، ألف سلامة، مشافى، معافى بإذن الله. مشافى معافى بإذن الله. السودانيين طبعا أبرز الذكريات، يعني هم مساهمين في حركة دولة الإمارات العربية المتحدة في تأسيسها، ومساهمين في نهضتها، ومساهمين بمهندسيها وأساتذتها، علمونا السودانيين وهندسوا لنا السودانيين وجاؤوا لملاعبنا السودانيين. من ينسى حموري، ومن ينسى سانتو، ومن ينسى كسلة، ومن ينسى فوز التعايشة، ومن ينسى المدربين والأسماء والطيب سند، من ينسى؟ قل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نذكرهم بكل خير وبكل ود على ما قدموه. الأستاذ والرمز رحمة الله عليه كمال طه، أحد الأقلام المؤثرة في تاريخ مسيرة الإعلام الرياضي الإماراتي، كمال طه وجريدة البيان لسنوات طويلة جدا، اسم رائع جدا قدمته وتتلمذ على يده الكثير من الإعلاميين. هذا هو السودان في نظرة الإماراتي، هذا هو السودان، الأخ والشقيق والعضيد والأستاذ والمهندس واللاعب والموهبة والشاعر. الله يحفظكم من كل مكروه يا أهل السودان، ويجمع قلوبكم إن شاء الله على الخير وعلى المحبة وعلى الوئام بإذن الله تعالى. تلعب الكرة وترجع لمصعد فريق نادي الوصل، كايبور اللاعب الإكوادوري لفريق نادي الوصل، خميس إسماعيل، الوصل يسجل دقائق يعني جيدة مع بداية المباراة، والفضل لهذا اللاعب اللي أعطى الثقة مع الدقائق الأولى. كرة عالية وأمامية حلوة، ولكن فيها راية وتسلل في اللقطة الماضية، ويلتون حاول ينزلها في اللقطة الماضية لحبوش صالح، لكن الكرة كان فيها راية وتسلل للطاقم الجزائري اللي يدير مباراة اليوم. شوف هذه الكرة، لحظة لعب الكرة، ويلتون كان في مكان سليم، بعد ذلك هنا القرار سليم، نقول اللي لينا واللي علينا. كرة ملعوبة الآن، حسين الجريف، عبد اللطيف سعيد، الهلال اسم كبير جدا في السودان، في الوطن العربي، في القارة الأفريقية، كما هو حال فريق نادي الوصل الإماراتي، أحد رموز كرة القدم الإماراتية وأحد أسباب إنجازات كرة القدم الإماراتية فريق نادي الوصل لسنوات طوال جدا، أبرزهم طبعا الاسم والأسطورة والهداف اللي موجود في استديوهات أبو ظبي الرياضية، الكابتن القدير فهد خميس، وجيل عظيم قدمها الوصل. كرة ملعوبة لكن بيسيطر عليها البيرق، البيرق المنتقل من اتحاد كلباء في بداية هذا الموسم. لعبة الكرة لجورج على الجهة اليمنى، الكرة لحمد البلوشي في منتصف الملعب، جورج عالية وأمامية إلى خارج الملعب، رمي التماس، يا دوب دقائق أولى على بداية المباراة ضمن مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، نسخة أيضا منتظر لها الكثير والكثير.
لكن البطولة تمر بشكل سريع لأن كلها من أدوار قصائية. ودنا على الأقل دور الثمانية لو يكون مجموعتين، ودنا نشوف كل الأندية العربية تتنافس والديربيات، ويعني ودنا نطمع أكثر، نطمع أكثر بمثل هذه التجمعات. خطأ لمصعد فابيو ليمان أيضا بخبرة كبيرة، يكسب اختال على الكرة عالية وأمامية، مخرج مباراة مكان مع الكرة الماضية، رجعت الكرة الآن لولتن سواريز، الكرة لفابيو ليما كابتن وقائد فريق نادي الوصل. ليما معدى من الثاني، يريد يمر من الثالث، لا وجود لخطأ، لا وجود لخطأ بناء على قرار حكم المباراة. الكرة للهلال السوداني، سيبعدونها سيبعدونها سيبعدونها، معروفة أخلاق، معروفة. أبعدت الكرة الماضية من نزار حامد من كسلة. والله يا أخي أسماء، يعني شوف الواحد يعني ممكن في منطقة الخليج هنا ما يعرف الكثير عن تاريخ الكرة السودانية، يعرف أن السودان من أقدم الاتحادات في أفريقيا، يعرف أن السودان ممكن جابت مرة كأس أفريقيا. لا، أنا راح أقول لك، التاريخ يقول أن السودان عضو مؤسس في أول اتحاد لأفريقيا مع مصر وجنوب أفريقيا، وأول بطل لإفريقيا. ولكن بعد ذلك كان هناك قرار رئاسي في سنة 70 تقريبا بإلغاء الأندية وأن تكون رياضة جماعية في البلد بعد الإنجازات السودانية وبعد تتويج أبطالا لإفريقيا في عام 70. صدر ذلك القرار وتأخرت الحركة الرياضية وتأخر التنظيم الرياضي، وهو ما أدى إلى تراجع كبير لكرة القدم السودانية. فلا يعقل بطولة أنت كنت بطلها اليوم هدفك الصعود إليها، هذا يأتي ضمن التراجع اللي حدث في التخطيط الرياضي. لكن اليوم بدينا نشوف الهلال يرجع، المريخ يرجع، المنتخب السوداني يرجع، أسماء ومواهب سودانية بدأت تطلع مرة ثانية. غنية لا زالت فقط اهتمام، فقط رعاية. ستشاهد الكثير من المواهب التي تقدمها هذه البلد. فاول خطأ لمصلحة ويلتون سواريز. صلاح آدم، طبعا نادي الوصل الإماراتي نادي له قاعدة جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم أساطير ونجوم، قدم أسماء كبيرة جدا. فهد خميس، زهير بخيت، ناصر خميس. على فكرة ناصر خميس شقيق فهد خميس، قبل عدة سنوات في مباراة اعتزال طلب الهلال السوداني، وكانت مباراة جماهيرية في زعبيل، ويومها طبعا مباراة تكريمية لناصر خميس، اختار الهلال السوداني اعتزازا بالهلال في تلك المباراة طبعا اللي فاز فيها الهلال على الوصل بهدفين مقابل لا شيء في مباراة اعتزال نجم كبير في كرة القدم الإماراتية هو ناصر خميس. كرة ملعوبة. إلى الآن الهلال السوداني لم يمثل خطورة على مرمى الوصل، الوصل قادر أن يبعد الهلال عن مناطقه، الوصل قادر أن يعني أن تكون الكرة في منتصف الملعب وفي ملعب الهلال. شوف 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 جمهور، يعني عشق، عشق بذاته بذاته. كرة ملعوبة عالية وأمامية، تتخلص الكرة تصل على الجانب الأيسر، نزار حامد، الكرة لخارج الملعب، رمي تماسي مصلحة الهلال، سيد البلد الموج الأزرق. وهذه أغنية جنوب أفريقيا حق كأس العالم، ما هو شكيرة تغنيها رابطة الهلال. كرة ملعوبة، خطأ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة الهلال. الملعب طبعا تأسس في عام 65، أعيد تهيئة هذا الملعب في 2018، يتسع لأكثر من 40,000 متفرج. ضربة حرة مباشرة، أطهر الطاهر 35 سنة دولي مع المنتخب السوداني. اللعبة لأطهر أمامية، الكرة بتتخلص ترجع مرة ثانية من فرناندو، أقرب لدفاع المريخ، دفاع المريخ، دفاع الهلال، لا تزعلون، لا الله يزعلون مني الهلاليين.
والله بدون قصد. الكرة ملعوبة. طبعا هو ديربي وهي أكيد المحبة موجودة، لكن لا الهلالابي يرضى أنك تقول مريخابي ولا المريخابي يرضى يقول لك هلالي. هذا التنافس الطبيعي. كرة ملعوبة للهلال، الهلال عالية عرضية. سجل من اول هجمه حقيقيه. اشوف جماهير سيد البلد تعلن عن التقدم للهلال. انا الهلال سماي بعيد وانا الهلال مجدي تليد، انا الهلال تاج الرؤوس وانا ملك. هذه كلمات وغانيه. اذا الهلال يتقدم على الواصل باول اهداف المباراه. الكره والمرور من فابيو ليما، ضربه حره مباشره وخطا لمصعد فريق نادي الوصل. يعني الوصل عدى 11 دقيقة بشكل ممتاز، لا توجد أي محاولة على مرمى فريق نادي الوصل، ولكن استطاع الهلال السوداني من أول وصول أن يوفق وأن يسجل أول أهداف المباراة ليعلن عن تقدمه بهدف مقابل لا شيء. شايفين المعنويات كيف تفرق كثير مع الجماهير. الجماهير يعني مؤثرة بدرجة كبيرة جدا. شوف 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 شوف، يا سلام عليك. الجميل ينقال عنه جميل والحلو ينقال عنه حلو. ضربة حرة مباشرة لمصعد فريق نادي الوصل. إن شاء الله قادر على الثبات فريق نادي الوصل. حاكم المباراة طبعا هذا اللي أدار لقاء الأهلي والترجي واللي أثير عليه لغط كبير في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم قبل الماضي. ليما بيجرب ومسدد ضعيفة. الكرة ترتد بخطرة لمصعد الهلال السوداني أمامية ترجع مرة ثانية لكن تتخلص. الثبات يا شباب، الثبات. الهلال بات مرعبا في الدقائق الماضية. فرناندو بيحاول، الكرة بتتخلص إلى خارج الملعب. رمي التماس. انهدي 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 ثورة بركان الهلال. رمي التماس ملعوبة. الكرة أمامية باتجاه ويلتون سواريز. وصل عنده قوة هجومية ضاربة، قادر على التسجيل في أي لحظة. الكرة إلى خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس لصالح فريق نادي الوصل على الجهة اليسرى. عبد الرحمن صالح اعتقد فيها فاول، لكن مشيت فرناندو بشكل ممتاز. حاول يمشيها في قوة في الاندفاع من قبل لاعبي الهلال. في قوة. أصل الوصل مش متعود على أرضية هذا الملعب، كما كان الهلال مش متعود على أرضية ملعب مباراة الذهاب. فطبيعي أجواءك، ملعبك، كل هذه الأمور طبيعي جدا أنها تؤثر على مستواك. لكن أرجع وأقول الوصل يقدم دقائق جيدة جيدة. الهدف، الكرة الوحيدة اللي وصلت للهلال، الكرة الآن للوصل في مكان سالم. يا سلام فرصة
فرصة وصلاوية محققة في اللقطة الماضية. ولتن سواريز بيلعبها ممتازة لحبوش صالح، كانت تحتاج لمسة مهاجم، نغزة في اللقطة الماضية، تسقيط للكرة الماضية، كان ممكن وصل أن يعود في اللقطة الماضية بل وأن يصعب المهمة على شقيقة الهلال السوداني، ولكن الكرة الماضية مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى نفذت ضربة المرمى، الكرة على الجانب الأيسر لسموال أميرغني، أمامية من سموال، تمريرة بين المدافعين، البيرك بيخلصها وبيلعبها عالية وأمامية، محمد البيرك أخو يوسف البيرك، كرة ملعوبة الآن لفابيو ليما، فابيو ليما الكرة لخميس إسماعيل على الجهة اليمنى، عندك جورج، لعبها لجورج، الكرة في مكان سليم لجورج، عالية وعرضية بعيدة جدا بعيدة جدا، هذه رسلها بن عبد الرحمن إلى بحري، بعيدة هناك، ضربة مرمى لمصلحة الهلال. ما أقول لك سالم عمر حارس المرمى أوغندي، بقية اللاعبين السودانيين، عادة يعني الأندية السودانية الكبيرة يعني ما نشاهد فيها لاعبين أجانب كثار، يعني حتى نذكر من مشاركات الأندية السودانية على أرض الإمارات، لو تذكرون نادي الموردة السوداني في البطولة العربية عام 91 في دبي، كانت بطولة في ضيافة نادي النصر الإماراتي على استاد المكتوم، الموردة السوداني شارك في تلك البطولة وكان من ضمن الأندية العربية المتواجدة على أرض الإمارات في تلك البطولة. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، ازدحام كبير جدا بين لاعبي الفريقين في منطقة وسط الملعب، سالم عمر يلعب بثقة زايدة حارس المرمى، تمريرة وصلت لأطهر، أطهر على الجهة اليمنى لمصلحة الهلال، الكرة كانت لنزار حامد، الكرة على الجهة اليمنى لأطهر، عالية وعرضية ولكنها بعيدة إلى الجانب الآخر، هي رمي تماسي مصلحة فريق نادي الوصل الإمارات. هذا موسى الضي، محمد موسى الضي كان قبل شوي، لكن صاحب الهدف وليد الشعلة القادم من نادي الشعلة في من بحري، ملتقى النيلين، النيل الابيض والنيل الازرق، تاريخ السودان، تاريخ بأهراماتها برجالها بأدبائها بكل ما فيه، حفظها الله من كل مكروه، والله لا نقولها الا صادقين ومحبين متمنين الخير لاشقائنا. الكرة الآن لمصلحة الهلال، الكرة في مكان سليم على الجهة اليسرى، نفس اللي لعب الكرة العرضية الأولى بيلعبها الكرة، أوه ارجع يا بيرك، ارجع يا بيرك، ارجع يا بيرك، سيطر عليها الكرة الماضية، تقدم وتوغل من نزار حامد اللي يحمل إشارة الكابتن، هو صانع الهدف، كراتها العرضية خطيرة، البيرق عالية وأمامية، كرة في منتصف الملعب، حاول ليما لكن تم الاستخلاص من قبل لاعبي الهلال، أمامية الضي، أطهر على الجهة اليمنى، شوف الأظهرة شغالة بشكل ممتاز ما شاء الله، أطهر في الجهة اليمنى ونزار في الجهة اليسرى، الظهيرين بالنسبة للهلال دائما الإسناد موجود، وصناعة اللعب الحقيقية والخطورة تأتي من هنا من الأطراف إلى خارج الملعب، رمي التماس، أمامية، الكرة بتتخلص إلى خارج الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق نادي الوصل، وصل مشاركة ثانية على التوالي، وصل إلى دور الثمانية في النسخة الماضية، إصابة ويلتون سواريز، ألف سلامة إن شاء الله، 33 سنة هذا اللاعب، متوج مع نادي الشارقة في الموسم الماضي بطلا للدوري،
وعلى ذكر الشارقة نذكر الطيب سند حارس المرمى اللي أعتقد لو التاريخ ينصف هذا الرجل طيب سند. ذكرت في مرة من المرات عدد المباريات المتتالية في السبعينات اللي لم تهتز شباكه، فالمسألة تحتاج إلى تدقيق لإنصاف هذا الرجل، وهو ممكن رقم قياسي ممكن وصل إلى 11 مباراة لم تهتز شباك الشارجة حينها. الكرة ملعوبة عالية وعمامية، خلصت من جورج خميس إسماعيل، الوصل قدم مباراة طيبة في الذهاب وقدم دقائق جيدة الآن في الإياب رغم التأخر بهدف. عبد الرحمن عمامية، ويلتون بيحاول لكن تغطية موجودة من قبل حسين الجريف، الكرة رجعت الوصل، هذه مرتدة في مكان سليم، الكرة بتلعب لكنها لا تصل، وصلت للهلال، رجعت لعيب لعيب الشعلة لعيب 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 يلعبها أمامية. هذا اللاعب طبعا وليد الخيط الشعلة، أفضل لاعب في السودان الموسم الماضي. الكرة الماضية أيضا خاطئة من قبل مدافعين، وصل خاطئة أخرى، نحذر من هذه الكرات اللي تخرج من لاعبي وأقدام لاعبي نادي الوصل. الكرة ملعوبة، هات وخذ، وصلت أمامية، تبعد 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 يا شباب تبعد يا شباب. الآن يحتاج الفريق إلى تركيز إلى هدوء، الأجواء ليست سهلة إطلاقا، فريق بقيمة الهلال، فريق متأخر في مجموع المباريتين. الكرة الآن ملعوبة ملعوبة، فرناندو بيمر، الكرة ملعوبة للوصل، لا زالت الكرة قائمة، مستوى ممتاز لجايبور جايبور، لا زالت الكرة الآن إلى خارج الملعب، رامي تماس. رامي تماس نفذت أو لعبت، رجعت للوصل، حمد البلوشي، فابيو ليما، وصل ممكن يسويها في أي لحظة، ممكن يسويها في أي لحظة، الكرة ملعوبة لفرناندو لكنها بتعدي إلى خارج الملعب، هي ضربة مرمى ضربة مرمى. شوف الجماهير، هذا العشاق مو بجماهير، هذين العشاق. الكرة بتعدي في إحدى ليالي عشرينيات القرن الماضي، في إحدى الليالي كانت في منتصف الشهر العربي، كانوا مجموعة من المؤسسين جالسين يتسمرون، وفي فجأة ظهر عليهم هلال الشهر في منتصف الشهر، فكانوا يفكرون ماذا يسمون هذا الفريق، فقال أحدهم نسميه القمر، فقال آخر ولماذا لا يكون هلالا، فكان الهلال وكان هذا المسمى، وكان لأول مرة يطلق هذا الاسم في الوطن العربي على فريق الهلال السوداني. هلال تأسس عام 1930، الأندية ذات التاريخ، ضربة حرة مباشرة، يعني حتى هذا الملعب لما افتتح لم يلعب الهلال مع فريق، لعب مع منتخب غانا عام 1965 وانتهت بالتعادل، حضرها يومها أكثر من 60,000 متفرج. شوف التاريخ، كسل طبعا زي كسل اللي نتكلم عنه، كان احد لاعبي هذا الفريق، سنتحدث عن نجوم واساطير قدمهم الهلال في طريقه يعملها جمهور الهلال الان للتشويش على اللاعبين. طريقه
للتأثير على ليما في التسديد. شوف كان بالليزر أو بالأصوات يحاولون أن يساندوا فريقهم بأي طريقة كانت. ضربة حرة مباشرة للوصل خميس وليما واحد منكم، ونبغي نقول الهدف رقم واحد للوصل. فرناندو بيلعبها، الكرة بتصطدم، يحاول جورج، الكرة بتبعد، لا زالت في أرضية الملعب، عدت الآن إلى خارج أرضية الملعب. رمي تماس لمصلحة فريق نادي الوصل الإماراتي. ألف سلامة إن شاء الله، ألف سلامة وليد الشعلة صاحب الهدف. كانت أيضا أعين تراقب هذا اللاعب لاستقطابه للدوري السعودي، وشيعة أخبار. شوف هذه الكرة اللي اصطدمت، ألف سلامة إن شاء الله. رمي التماس، جورج حمد البلوشي إلى جورج مرة ثانية، التمريرة لدفاع الوصل، فرناندو مشاها، ويلتون سواريز، ويلتون لعيب ومهاري ويجيد التصرف في هذه الأماكن. ويلتون واحد على واحد، واحد على واحد، لازال يحتفظ بالكرة. اللعبة لعبد الرحمن، عبد الرحمن بيحاول، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية، ارتداد لمصلحة الهلال السوداني، لا يستلم، راح تكون خطرة، الكرة لازالت، الكرة تتخلص، جورج مشي، الكرة رجعت مرة ثانية لفرناندو، فرناندو بيلعب أمامي حلوة للوصل في مكان سليم، أحبوش يا أحبوش، أحبوش لازالت الكرة قائمة عالية على السلام، حلوة للوصل ولكنها إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. ليما ليما على الطاير، تسديده كان يبغي يرد على الشعلة، قال له مثل ما سجلت بالطاير أبو ممكن أسجل أيضا بالطاير، ولكن في اللقطة الماضية الكرة علت العارضة وعدت إلى خارج الملعب. محاولة وصلوية تحسب من ضمن المحاولات الحقيقية على مرمى الهلال السوداني. نقترب من أول نصف ساعة، الهلال متقدم بهدف، هدف سجل في الدقيقة 12 على بداية المباراة. استمعون إلى الرابطة. الكرة أمامية، جورج بشكل ممتاز بيخلصها إلى خارج الملعب. اسمع يقول هلالي يا فتان، يتغزل يتغزل بناديه. كرة ملعوبة عالية وأمامية، الكرة الشعلة حصلها داخل منطقة الجزاء، لا زالت خطرة للهلال، الكرة ترجع، هاتو خذ تمريرة، محمد فضل لا زال يحتفظ بالكرة، يضبط وسط الملعب محمد فضل بشكل ممتاز. وصلت الكرة الآن لنزار إلى أطهر على الجهة اليمنى، الظهير الأيمن المتقدم، رجعت لنزار، الكرة بتتخلص من فرناندو، ترجع مرة ثانية لمصلحة الهلال السوداني، الآن بزيادة عددية بتقدم المدافع سموئيل ميرغني، ميرغني لعبها أمامية، الكرة بتتخلص، تبحث عن كرة مرتدة لمصلحة فريق نادي الوصل، الكرة بالخطأ، ترجع مرة ثانية، وهناك خطأ، هناك خطأ يشير لحكم المباراة وقد يستدعي خروج البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. نزار نزار نزار، مين أنت يا نزار؟ الشاعر زاته ولا يعني لاعب ما شاء الله صاحب لمسة مؤثرة في الملعب نزار. ضربة حرة مباشرة لمصلحة الهلال السوداني مع الدقيقة 30 على بداية أحداث لقاء الإياب لدور 32 لكأس محمد السادس لأندية الأبطال. النجم الساحلي طبعا بطل النسخة الماضية من كأس زايد لأندية الأبطال. ضربة حرة مباشرة ممكن تكون خطرة على مرمى فريق نادي الوصل، يملكون لاعبين يجيدون التسديد، نتابع ونشاهد. ضربة حرة مباشرة، أطهر بيلعبها، بيسيطر عليها ممتاز البيرك بشكل سليم في اللقطة الماضية. البيرك احذر، البيرك عالية وأمامية،
الكرة لمحمد فضل في الجهة اليسرى لمصلحة الهلال، أصبح أكثر استحواذا، بدأت المباراة باستحواذ أفضل للوصل. الكرة أمامية، هذه خطأ يشير إليه حكم المباراة السيد مهدي عبيد شارف، 39 سنة، ابن مدينة قسنطينة، ليشارك فريقها في هذه البطولة. عبد الرحمن علي، خطأ لمصلحة فريق نادي الوصل. عبد الرحمن عالية وأمامية إلى خارج، إلى خارج الملعب. بطولة تقام ضمن تنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، وكناقل حصري ورسمي وشريك إعلامي لهذه البطولة قنوات أبو ظبي الرياضية، نعايش معكم أحداث هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي. كرة لعبت، رجعت للوصل، ليما واحد على واحد، الأفضلية له، الأفضلية لليما، واحد على اثنين أيضا الأفضلية له ليما. يا سلام يا سلام، ليما بيسدد الكرة إلى يد حارس المرمى سالم عمر، مستوى ممتاز يا ليما. ليما يتحمل المسؤولية بمهارته الكبيرة، يراوغ لاعبين، كاد أن يمثل خطورة، جورج الآن بيخلصها، لا وجود لخطأ، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. ارتداد الآن لمصلحة الهلال السوداني، مخرجنا نبقى مع اللعب أكثر. شوف هذه الكرة اللي كان يطالب بها لاعبي الوصل بخطأ، حكم مباراة كان زاوية الرؤية بالنسبة له، والقرار بالنسبة له يقول لا وجود لخطأ. ألف سلامة إن شاء الله، لكن جمهور يستحق الإشادة، يستحق الثناء، يستحق التغزل به صراحة جمهور الهلال. ودي من مخرج المباراة إذا يسمعني لفني لفة بانورامية على المدرجات، خلينا ننبسط بمشاهدة أشقائنا ومشاهدة هذه المدرجات الشامخة والتاريخية وعراقة الجمهور السوداني وجمهور الهلال تحديدا سيد البلد. طبعا حتى في الإمارات في أندية مع المريخ، وفي أندية مع الهلال، وفي علاقات توأمة، فتحصل حتى من الشخصيات القديمة في الإمارات لازم تسأل يا صلاح آدم، لازم تسأل في مصر أنت أهلاوي ولا زملكاوي، وفي السودان أنت هلالابي ولا مريخابي. كانت هذه عادة عربية موجودة عندنا في ملاعبنا في الخليج. سب دودو، علي كاجرين، عز الدين الدحيش، اسماء سليمان فارس، حسن عطيه، ديما الصغير، عثمان الديم، دريسا حبشي، مصطفى النقر، الريح كاريكا، كثير الاسماء، الفاتح النقر، فيصل السيد، نصر الدين عباس جسكا، حافظ عبيد، سمير صالح، طارق احمد ادم، أسامة الثغر، تنقى، حمد دفع الله، كسلة، السد العالي سليمان فارس اللي لعب للأهلي المصري، واللي لعب أيضا جاجرين ومصطفى النقر إلى النصر السعودي، الرشيد المهدية إلى الزمالك المصري، إبراهيم قلة لنادي المقاولون العرب، محمد حسين كسل للنصر الإماراتي، هذه كلها أسماء مرت بالهلال، كلها أسماء هلالابية عالية وعرضية. البيرك بيسيطر عليها، ألف سلامة، ألف سلامة إن شاء الله، ألف سلامة إن شاء الله، خطأ غير مقصود، سلامة الاثنين، سلامة الاثنين إن شاء الله، ألف سلامة الضي، وألف سلامة للبيرك، وإن شاء الله الاثنين مشافان معافان بإذن الله نتيجة ارتطام الضي أو لا محمد فضل في حارس المرمى، خطأ لمساعد الوصل، لكن إن شاء الله سلامة الاثنين. يعني أكمل عز الدين الدحيش، الفاتح النقر، والقائمة تطول يعني، ومجدي كسلة،
حتى احترفوا في الإمارات، في السعودية، في دول خليجية، في مصر، في لبنان. كندورة كان عندهم لاعب اسمه كندورة، والي الدين محمد، مجيب الرحمن، بوليم، بهاء الدين، أنس النور بالإسماعيلي المصري. حتى لاعبين تنس عندهم، تنس الطاولة، احترفوا في هولندا مثل أسامة ومحمد باكندا. هذا شيء من تاريخ الهلال. وهذه جماهير الهلال، حيث العشق، حيث الحب، حيث الانتماء، حيث الحياة. الحياة يصبح على أخبار البلد وبعدها أخبار الهلال. وميزة يعني حتى المقاهي والجلسات القديمة السودانية أن نقاشهم الرياضي يعني ممكن يتواصل 6 إلى 7 ساعات، ونقاش بتفاصيل كرة القدم. هذا طبيعي في كرة القدم، لأن كرة القدم تقبل كل وجهات النظر. ضربة حرة مباشرة، ما أدري هل في مشكلة في الإضاءة، لأن شاهد النور اختلف في الجهة المقابلة لو تلاحظون هناك. كرة أمامية، نتمنى نشوف الدوري السوداني للمحترفين، تستثمر هذه الطاقات، هذه المواهب، النجوم، الجماهير. الكرة ملعوبة أمامية، محمد فضل، أمامية لفضل من أطهر طاهر، فضل، أطهر، يا سلام، حلوة التمريرة، نزار، أطول اللاعبين، عالية وأمامية، يسيطر عليها محمد الفيرق حارس المرمى، سيطر عليه. شوف 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 حوار بين حميد يوسف وأحد ممكن منظمي المباراة أو مسؤول الهلال أو من مسؤولين الهلال السوداني، والحديث ودي ودي. ضربة حرة مباشرة، خطأ لمصلحة فريق نادي الوصل. الفاو، شوف هذا الخطأ اللي حدث في اللقطة الماضية. الكرة ملعوبة عالية وأمامية للوصل، ليما لمها، ليما، الكرة الماضية استخلصها مدافع الهلال السوداني. آخر 5 دقائق على نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. الكرة ملعوبة للهلال السوداني المتقدم بهدف في المباراة والمتأخر في مجموع المباريتين، التقدم لنا بهدفين مقابل هدف واحد لمصلحة الوصل الإماراتي. الكرة لأطهر طاهر مرة ثانية، وصلت تمريرات مثلثات ممتازة. الكرة محاولة مرور تغطية لعبد الرحمن بشكل ممتاز، عبد الرحمن، عبد الرحمن بيغطي، لا زالت الكرة قائمة، الكرة قائمة لمصلحة الهلال، الكرة لا زالت، حاول يمر، تغطية موجودة، تبعد الآن إلى خارج الملعب، رمي تماس لمصلحة فريق نادي الوصل. عبد الرحمن أداء طيب بالجهة اليسرى، وصل قادر على خطف بطاقة التأهل، راح يكون لها طعم ورونق خاص. وصل طبعا في النسخة الماضية، بدأ أيضا مع نادي كبير وهو لا يقل عنها نادي الاتحاد السعودي. دائما القرعة تحطها في مواجهات قوية في هذا الدور، يعني الوصل النسخة الماضية أخرج الاتحاد السعودي وأخرج الأهلي المصري اللي كانوا مرشحين للبطولة، وخرج على يد الأهلي السعودي. الآن في الذهاب تفوق بهدفين مقابل لا شيء، في الإياب الآن متأخر بهدف،
ضربة حرة مباشرة لمصلحة، يعني خفوا علينا الليزر شوي. الليزر هذا تشاهده في ملاعب أفريقيا بشكل كبير جدا، في مصر تشوفه، في تونس تشوفه، في السودان تشوفه. كرة عالية وأمامية تتخلص، بتعود مرة ثانية، خطر أمام المرمى، راية وتسلل، راية وتسلل، راية وتسلل، ضربة حرة غير مباشرة. أعتقد أن تقنية الفار في هذا الدور مش موجودة. عالية وأمامية، أليما أحد أفضل لاعبي شوط المباراة الأول. الكرة ترجع مرة ثانية لمصلحة لاعبي الهلال. شوط المباراة الأول يعطينا انطباع بأن الوصل ممكن أن يحسم المباراة في أي لحظة بتسجيل هدف، راح يصعب المهمة على الهلال. الهلال لديه القدرة أيضا، لكن بشكل عام لا توجد كرات خطيرة يعني في الشوط الأول للهلال على مرمى الوصل. الكرة اللي سجل منها الهدف وكرة أخرى أخطأ فيها حارس المرمى. على ذلك الوصل له فرص واضحة في شوط المباراة الأول. هذا يعطينا انطباع أن يعني هدف للوصل قد يحسم المباراة، لأن بعد ذلك يستوجب على لاعبي الهلال تسجيل 3 أهداف. أمامية، ويلتون سواريز، فاول الخطأ، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الوصل، ستكون أجمل ختامية لشوط المباراة الأول إن استطاع وصل الإمارات العودة فيما تبقى من أحداث هذا الشوط. هدف يريح كثير، يريح كثير الوصل ويعقد كثير من أمور الهلال. ليما بيلعبها عالية أمامية، الكرة بالرأس لكنها إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. تقدم غالفاو في اللقطة الماضية لعب الكرة ولكنها إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. يوصل الوصل لمرمى الهلال، يوصل. آخر دقيقة وعشرين ثانية عن نهاية الوقت الأصلي شوط المباراة الأول. أتوقع 3 دقائق كوقت بدل ضايع سيحتسبها السيد محمد عبيد الشرف الحكم الجزائري. كرة ملعوبة تصل الآن للهلال على الجهة اليسرى، الكرة لا زالت قائمة، غالفاو خلصها بشكل ممتاز. هنا الكرة الثانية لازم تكون فيها حالة تركيز عالية. رمي التماس نفذت من عبد اللطيف سعيد، رجعت للخلف لحسن الجريف، إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة الوصل. عبد الرحمن على تنفيذ رمية التماس يلعبها أمامية، ويلتون سواريز بيحاول، بين مدافعين اثنين خلصوها. رجعت الكرة لسامويل ميرغني، هذا سامويل ميرغني بيمررها لمحمد راج، لسامويل مرة ثانية. وين 90 دقيقة يا شباب؟ 45 دقيقة، 45 دقيقة. كم؟ ثلاث أم أكثر. رمي التماس لحظات أخيرة يسيرها الوصل على الإبقاء على النتيجة على أقل تقدير. كرة عالية وأمامية، ممتاز عبد الرحمن علي خلصها إلى خارج الملعب، رمي التماس أخرى للوصل. رمي التماس جورج على تنفيذ رمي التماس أمامية حلوة، فرناندو أداء جيد لفرناندو في شوط المباراة الأول، يعني إمكانيات أعتقد تطمن الوصلاوية مع بداية الموسم منهم. استقطبوا لاعب مميز الإكوادوري، ليما، فرناندو، خميس إسماعيل، جورج، عبد الرحمن إلى جورج إلى خميس. أمامية حلوة للوصل لكن الكرة لم تكتمل وتصل يد حارس المرمى سالم.
تحتها ايضا يطالب بها لاعبي الهلال. كرة من حبوش الى خميس اسماعيل بشكل ممتاز، ثنائيات جميلة بين لاعبي الوسط. كرة حلوة، هذه سانحة للوصل، الكرة أمامية تصل لولتون سواريز بيحاول، ولكن الكرة بتتخلص إلى ضربة ركنية لمصلحة الوصل في الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول. هي فرصة سانحة لعودة الإمبراطور قبل نهاية أحداث هذا الشوط. هدف في هذا التوقيت راح يكون هدف شبه قاتل للمباراة، يعني سنخرج بفوائد كبيرة جدا. ضربة ركنية للوصل، فابيو ليما آخر كرات شوط المباراة الأول، آخر كرات شوط المباراة الأول. وصل الإمارات في أم درمان في السودان. الله حلوة يا ليما، حلوة يا ليما، حلوة يا ليما. الكرة الماضية اللي أبعدها حارس المرمى ولامست العارضة وذهبت، ومعها صافرة السيد مهبي عبيد شارف حكم اللقاء من الجزائر الشقيقة، يعلن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم للهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء في أحداث الشوط، وتأخر في المجمل العام لمصلحة الوصل بهدفين مقابل لا شيء. لازالت المباراة في الملعب ولازالت البطاقة في الملعب. كامل التوفيق إن شاء الله لممثل كرة القدم الإماراتية فريق نادي الوصل إن شاء الله، وألتقي بكم إن شاء الله في مطلع شوط المباراة الثاني. عامر عبد الله يحييكم، والملتقى إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن. الزميل العزيز حامد الحارثي وضيوفك الأساطير الذين بجوارك، وحديث مفصل عن أحداث شوط المباراة الأول. مبارك الكلمة عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أيها الأحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، نرحب بالجميع مجددا من أم درمان من السودان، حيث شوط اللقاء الحاسم جدا بين الهلال السوداني والوصل الإماراتي لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16، الدور القادم بإذن الله تعالى. حامد الحارثي شكرا جزيلا لك، لضيوفك الكرام، لكل من يتابعنا، لكل من ينضم إلينا الآن في سهرة تنقل على الهواء مباشرة من هنا من استاد الهلال، حيث هذا اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بتقدم الهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء على حساب الوصل الإماراتي. شوط أول يعني لم يصل من خلالها الهلال السوداني كما كان منتظرا إلا مرة واحدة لمرمى الوصل وسجل هدف، وبينما الوصل قدم أداء طيب ووصل لمرمى الهلال في أكثر من مناسبة وأهدر عدة كرات، وشوط أول مرضي إلى حد كبير لفريق نادي الوصل واستمرارية لأدائه في المباراة الماضية بينهما. كرة عالية وأمامية بيسيطر عليها سالم عمر حارس المرمى. لا تبديل، الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول هي الأسماء التي الآن تبدأ شوط المباراة الثاني. شوط حاسم ومنتظر، وكما أوضح الزميل حامد الحارثي بأن المباراة في حالة إذا ما أنهاها الهلال السوداني بهدفين مقابل لا شيء وهي نفس نتيجة الذهاب، لن يكون هناك أشواط إضافية، بل ستذهب المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح. فاول وخطأ على لاعب الوصل حمد البلوشي، حيازة غير قانونية للكرة هذه تسمى، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة الهلال السوداني. شوط من خلال انتظار كبير، ترقب كبير، توفيق إن شاء الله لفريق نادي الوصل الإماراتي في مواجهة شقيقة الهلال السوداني. ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة الهلال. التركيز مطلوب مع بداية الشوط،
التركيز دائما مطلوب في كل اوقات المباراه، لكن في اوقات محدده يركزون عليها المدربين، بدايه الشوط، نهايه الشوط، لحظه استقبال الهدف او تسجيل الهدف، هذه عاده ما تكون الاقل تركيزا للاعبين في المباريات. الان ضربه حره مباشره للهلال، اماميه، الكره بتعدي الى خارج الملعب، ضربه مرمى، تصرف سليم من البيرك، عدت الكره الى خارج الملعب ضربه مرمى لمصلحه الوصل، نتيجه تؤهل الوصل للدور القادم، الدور القادم ان شاء الله قرعه لمباريات دور 16. ضربه مرمى لمصلحه الوصل الاماراتي. طبعا الوصل اليوم يفتقد للاعبين مؤثرين، علي سالمي لاعب منتخبنا الوطني، وعلي صالح صاحب الهدف الثاني والموهبه الاماراتيه القادمه، هم حاليا في البحرين في المعسكر الخاص بمنتخبنا الوطني، وفي مباراه اليوم من المفترض ان تلعب امام الدومينيكان. كرة عالية أمامية من أهم العناصر بالنسبة للوصل، علي سالمين وعلي صالح يغيبون عن مباراة اليوم، لكن البركة في اللي موجود واللي يلعب واللي يؤدي واللي يقاتل، ولا زالت المهمة في أرضية الملعب ليست سهلة، المباراة تحتاج إلى جهد، إلى عمل، إلى ثبات. كرة للهلال السوداني عالية وعرضية بعيدة تماما، راح يتركها البيرك، لا والله يخذها البيرك، حارس مرمى نادي الوصل، حارس السابق لنادي اتحاد كلبا، انتقال في هذا الصيف، اليوم يصبح حارس أساسي، وكان أخوه يوسف البيرك يعني كان قادم وبقوة يعني لحراسة المرمى في منتخب الإمارات الوطني، ولكن هو مع منتخب شباب الإمارات توجوا أبطالا لآسيا في 2009، وفي كأس العالم للشباب وصلوا لدور الثمانية، وبعد ذلك كما تعلمون تعرض لحادث يعني أثر بشكل كبير على مسيرته الكروية، وهو ضمن الطاقم الإداري حاليا فريق نادي اتحاد كلبة، ويبدو أنها عائلة حراس، يبدو أن العائلة ما شاء الله عائلة حراس. هذه الكرة بالخطأ من عبد الرحمن، لا زال عبد الرحمن والضي، الضي وعبد الرحمن، عبد الرحمن بيخلص، هنا خطا، خطا يشير اليه الحكم المساعد في اللقطه الماضيه، وتدخل عنيف في هذه اللقطه، شوي حكم مباراه لازم يكون اكثر حزما في مثل هذه اللقطات، يعني شوف هذه اللقطه بين اطهر وعبد الرحمن، مفروض البطاقه الصفراء تخرج في هذه اللقطه، شاهدنا حالات كثيره في الشوط الاول. ألف سلامة إن شاء الله لعبد الرحمن، قام بالسلامة، خمس دقائق تنقضي وتمضي على أحداث شوط المباراة الأول، المريخ طبعا السوداني كان مشارك من السودان في النسخة الماضية، وصل للدور نصف النهائي وخرج على يد النجم الساحلي بطل البطولة. اليوم الهلال ممكن على أن يخرج من الدور دور 32، طبعا في دور تمهيد، هذا الهلال والوصل من الفرق اللي لم توضع في الدور التمهيدي. كرة ملعوبة للهلال السوداني، تسديدة قوية، خلصها البيرك بشكل ممتاز إلى ضربة ركنية لمصلحة الهلال السوداني، ضربة ركنية، شوف هذه التسديدة، النزار كما ذكرت احد اللاعبين المؤثرين الحقيقه في الاداء العام للهلال السوداني، شوف هذه التسديده تغيرت اتجاهها في المره الاولى، قراءه ممتازه للبيرك، الكره الى ضربه ركنيه الان للهلال السوداني، اللعبه بشكل قصير مره ثانيه، محمد فضل، فضل عاليه عرضيه، جورج بيخلصها، رجعت مرة ثانية للشعلة صاحب الهدف الوحيد، كرة لفرناندو، لكن أيضا الشعلة يعيدها لدفاعه، وبالتالي عادت الكرة لحارس المرمى ماجولاك سالم عمر، لعبها مشت معها الكرة في منتصف الملعب، محمد دراج على الجهة اليسرى، محمد فضل، محمد فضل من أميز لاعبي الوسط، الكرة للشعلة حاول يمر لكنها بتتخلص، ترجع مرة ثانية حبوش صالح، جورج عالية وأمامية، اثنين على اثنين، خطف الكرة في هذا المكان سيجعل دفاع الهلال في إحراج كبير، لكن الكرة تم السيطرة عليها،
الكابتن عبد اللطيف سعيد صاحب انذار في شوط المباراة الأول. الكرة لا زالت قائمة أمام المرمى، تبعد، عبد الرحمن علي خلصها، جورج على الجهة اليمنى، يعني الانطباع العام بشكل الوصل أفضل من الموسم الماضي بشكل العام للوصل. الكرة لا زالت تخلص، خطأ ضد حمد البلوشي، سيطرة واضحة للهلال السوداني مع الدقائق الماضية لأحداث شوط المباراة الثاني. هنا الخطأ لمصلحة محمد موسى الضي، محمد موسى الضي، كرة ملعوبة، تبعد يا شباب، تبعد يا شباب، تبعد من لمسة أولى من المفترض في مثل هذه الكرات. مرة ثانية الكرة لمصلحة الهلال، الهلال بدأ يضغط بشكل أكبر، بشكل أكبر، برافو عبد الرحمن علي بيخلصها، برافو. خميس إسماعيل أمامية، فابيو دي ليما، خطأ لمصلحته ولمصلحة الوصل، فرصة لالتقاط الأنفاس، ويلتون سواريز هو اللي تحصل على الخطأ. شوي وزنه زايد. تسع دقائق على أحداث الشوط الثاني، المباراة لا زالت كل الاحتمالات تتقبلها، هدف للوصل يبعثر الأمور، هدف للهلال يعقد الأمور، كل شيء وارد. الوصل أمامية ويلتون، الكرة بيسيطر عليها حارس المرمى، كانت لويلتون جزء من الثانية فرق في الهجمة الماضية، كان ممكن أن يخلصها ويلتون سواريز يخلص المباراة وتعقيد هذه المباراة الصعبة أمام الهلال السوداني هنا في أم درمان وعلى استاد الهلال. رجعت الكرة، تحضير بالخلف للاعب الوسط أبو عاقلة، 26 سنة هذا اللاعب الدولي. أمامية نزار، رجعت مرة ثانية لأطهر، شوف أطهر ومحمد فضل ونزار علامات فارقة في أداء الهلال، إذا ما شدوا حيلهم شوي هذين اللاعبين وكانوا في يومهم تشوف أداء يعني الهلال يرتفع بشكل سريع. فاول، خطأ واضح، خطأ واضح على عبد الرحمن علي، خطأ، رقابة لصيقة للمهاجم وليد الشعلة القادم من بحري، بحري ودمدني وخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق كلها من معالم العاصمة السودانية. الكرة لا زالت قائمة للهلال، عالية وأمامية، سهلة للبيرق، سهلة للبيرق، بيسيطر عليها بشكل ممتاز محمد، أداء طيب يا محمد. عشر دقائق تمر بسلام. أمامية ويلتون ما يستلم على راحته أبدا، ويلتون سواريز، أعتقد خطأ واضح في اللقطة الماضية لا يشير إليه حكم مباراة مهدي عبيد من الجزائر الشقيقة. رجع احتسب خطأ عكسي على الوصل، رجع احتسب خطأ عكسي على الوصل لمصلحة محمد فوزي. رابط مهم في وسط الهلال السوداني محمد فضل، صاحب ثقل، صاحب كاريزما، صاحب لمسة، توزيع اللعب، ربط الخطوط مميز ما شاء الله عليه. عبد اللطيف عالية عرضية تبعد بشكل ممتاز من فالقاو، ورجعت الكرة الضي، بدأ يعمل زيادة عددية الهلال السوداني الآن مع مرور الوقت. هذه أمامية، فاول، خطأ واضح لمصلحة الوصل الإماراتي. معليش يا شعلة، يا شعلة يا أخي، أنا شايفك شايف الفاول أنا في أبو ظبي، شوف الدفع واضح، حبوش صاحب بنية صغيرة يا زول ما يستحمل
الكرة ملعوبة. أقرب لجورج اللي يعيدها لخميس إسماعيل. حذر 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 يا خميس في هذه الأماكن. فابيو دي ليما إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة الوصل الإماراتي. منتخبنا متقدم على الدومينيكان بثلاث أهداف مقابل لا شيء. في مباراة ودية جاسم يعقوب سجل هدف، وخليل إبراهيم سجل هدفين. رمي التماس كرة في منتصف الملعب، لا زال الهلال يستحوذ ولكن بعيدا كل البعد عن مرمى الوصل، بعيد عن مرمى البيرق. هذا يسمى ضمن الاستحواذ السلبي. حلوة حلوة للوصل، مشي ويلتون لعبها الكرة الآن على الجهة اليسرى لحبوش صالح. حبوش لم، حبوش سداد، بعيدة بعيدة الكرة بتعدي إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، محاولة للوصل كان بالإمكان أفضل من مكان. حبوش طبعا أكثر من 10 مواسم قضاها في نادي بنياس الإماراتي، وانتقال حر هذا الموسم لنادي الوصل. 30 سنة هذا اللاعب، كان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل يا حبوش في اللقطة الماضية، لكن هو فضل التسديد والتسديدة كانت بعيدة جدا. محمد موسى الضي يكسب خطأ في اللقطة الماضية. هل من تبديلات قادمة؟ عندنا في الوصل عبد الله خميس، فارس المرزوقي، خالد لشكري، يوسف البلوشي، أحمد النجار، سالم العزيزي، عبد الله يدعو. كرة للهلال، سنستعرض قائمة البدلاء للهلال بعد هذه الكرة. عرضية تتخلص، ارتداد وصلاوي لازم يكون سريع يا حبوش، لازم يكون سريع. كرة ملعوبة لفرناندو، مهارتك الآن، مهارتك فرناندو. فاول وخطأ، أخطاء كثيرة ترتكب في المباراة. احتياطي الهلال هناك يونس علي وشهاب الدين بن فرج وصهيب أحمد وسليم برشاوي وفارس مامون ونصر الدين أحمد وموفق محمد. خميس إسماعيل، خميس أمامية لجورج، مساحة أمامك يا جورج. التصرف فرناندو أمام ليما أمام المرمى، ولكن فقد اتزانه ليما في اللقطة الماضية. الوصل قادر، قادر بإذن الله على تخليص المباراة قبل أن تشتد الأمور أكثر، قبل أن تشتد الأمور أكثر. فاول خطأ لمصلحة محمد موسى الضي. حكم المباراة طبعا كما ذكرت هو من أدار لقاء الأهلي والترجي الشهير، تم إيقافه بشكل مؤقت من الاتحاد الإفريقي وبعد ذلك تم رفع الإيقاف. فرناندو أوهو، لا 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 لا، هذا التصرف تصرف يعني حسين الجريف، هذا فيه قصد الإيذاء يا حسين يا أبو علي، هذا فيه قصد الإيذاء. الكرة رايحة وتضرب زميلك بهذه الطريقة، لا. شوف شوف شوف، لا لا لا، هذا التدخل ممكن يصل للبطاقة الحمراء. يعني أنت داخل بقصد الضرب، بقصد الإيذاء، قد تخرج البطاقة الحمراء بشكل مباشر. ما في يعني أي تفسير لتصرف حسين الجريف بهذه الطريقة. أنت تؤذي لاعب، وأنت قد تتعرض لبطاقة حمراء وتؤذي فريقك، والمباراة لا زالت في الملعب. يعني التصرف أبدا 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 غير مقبول بهذه الطريقة. ليش؟ دخل عنيف.
على اثره ممكن اللاعب يترك ارضيه الملعب. لا اشوف الحديث مع حكم مهارات ان الحاله امامك والتصرف غير سليم. التصرف عنيف. والتصرف ممكن يتسبب باصابه لا قدر الله، يعني اتمنى السلامه للجميع. لكن يعني شوف خميس اسماعيل يقول الحاله واضحه يعني. انذار للاداري الان موجود في التحديث الجديد للقانون. انذار الانصاف هو اللي مطلوب يعني، وتطبيق القانون سواء لنا او علينا، لا لا اكثر ولا اقل. احمد يوسف يتلقى بطاقه صفراء. ضربه حره مباشره للوصل. لحظات التاهل اقتربت باذن الله. اوهو في حالة أخرى هناك. يعني حكم المباراة عليه أن يضبط المباراة بأي طريقة. وهذه حالة أخرى أمامه. بدأت المباراة يعني بصراحة تفلت من حكم المباراة. تفلت. موفق محمد اللي يجهز المشاركة. مباراة ممكن تدخل إلى 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 عنف حقيقي يعني بصراحة بين اللاعبين. هذا تدخل آخر. أتمنى من اللاعبين يعني المباراة ما صارت تمشي بالشكل الطبيعي. فاول من ضمن الفاولات المقبولة. كان احنا ودنا نستمتع بالمباراة، ودنا نعيش المباراة، ودنا فالمباراة تضبط من الحكم من البداية. من بداية المباراة، فرض شخصية الحكم، أداءه، ما إلى ذلك. ضي يترك أرضية الملعب، موفق محمد يشارك. موفق إذا مكان محمد موسى الضي. فاول آخر للوصل. إحساسي يقول الوصل في هذه اللحظات ممكن يسجل. ممكن يخطف هدف. ضربة حرة مباشرة. وين؟ وين يا فابيو ليما؟ الكرة إلى خارج الملعب هناك في الجانب الآخر. رمي التماس. 65 دقيقة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان. لقاء الشقيقين الهلال السوداني والوصل الإماراتي. حتى الآن الوصل في طريقة للتأهل احتسابا لنتيجة الذهاب التي تقدم بها 2-0. الآن كرة خطرة لمصلحة الهلال. الكرة بتمر إلى الجانب الآخر. محمد البيرق بيسيطر عليها. حارس مرمى فريق نادي الوصل. آخر 25 دقيقة على نهاية المباراة. حالة من الترقب. الوصل لا زال متمسكا ببطاقة التأهل. ويلتون سواريز. فاول وخطأ. فاول وخطأ. يعني هذا المدافع حسين الجريف ما ادري ان كان تلقى بطاقه صفراء من الحكم حتى على لقطه فرناندو ام لا. ان شاء الله بدات بالروح الرياضيه وتنتهي بالروح الرياضيه، و ما ودنا المباراه تدخل الى حيز العنف. متاهل راح نبارك له بكل تاكيد، ولن يتاهل فريق الا باستحقاقه من ارضيه الملعب. خميس اسماعيل الدقيقة 67 من عمر المباراة. خميس لما تلبس صاحية خميس تراها تروح وترد الروح.
خطأ لمصلحة فريق نادي الوصل الإماراتي. تبديل العزيزي مكان حمد البلوشي. أعتقد أن جورج سيذهب لمنتصف الملعب وسالم العزيزي سيذهب إلى مركز الظهير الأيمن. سالم العزيزي معروف مركز الظهير أيمن. جورج اليوم يلعب في مركز الظهير الأيمن. حمد البلوشي اللي راح يترك أرضية الملعب هو لاعب محور لاعب ارتكاز. أعتقد أن سالم سيذهب لمركز الظهير الأيمن وجورج سيذهب ليكون لاعب محور إلى جوار خميس إسماعيل وحبوش صالح. نصف الشوط تقريبا يمضي. ربع المباراة هو الوقت المتبقي. يلا يا خميس. خميس إسماعيل من مسافة قرب المسافات، من بعيد قرب البعيد. خميس إسماعيل بيجرب وبيسدد ذاك الكرة في حاية الصد. كل المحاولات للوصل من الكرات الثابتة لم يستفد منها فريق نادي الوصل. كرة لموفق، موفق أمامية بيسيطر عليها البيرك حارس المرمى وتدخل آخر على حارس مرمى فريق نادي الوصل. لا تزيد هذه الحالات، لا تزيد هذه الحالات، لا تزيد. يعني شوف هذه الكرة، يعني الكرة واضحة أنها ذاهبة ليد حارس المرمى. بعد ذلك يعني الشعلة ارتكب خطأ ضد زميله البيرك، ضد شقيقه البيرك. الآن تعطيل اللعب هو أيضا ليس بمصلحة الهلال، فبالتالي بداية الخطأ وبداية الأمر كان من لاعب الهلال السوداني. لا أقولها بالعاطفة بل أقولها بما شاهدتم أمامكم. شوف كرة وصلت حارس المرمى، ارتكاب هنا للخطأ، تداخل مع حارس المرمى، إصابة الحارس، تعطيل اللعب. هي ضدك مش معاك أبدا. منتخبنا الوطني عموما ينهي مباراة الودية أمام الدومينيكان بأربع أهداف مقابل لا شيء لصالح منتخبنا الوطني. بداية عهد السيد مارفيك، وهنا جمهور الهلال وما تبقى من أحداث المباراة. بندر الأحبابي هو اللي سجل الهدف الرابع لمنتخبنا الوطني، وبالتالي منتخبنا يفوز على الدومينيكان في مباراة ودية في بداية عهد السيد مارفيك. هناك مباراة ودية أخرى قبل مواجهة منتخب ماليزيا في كوالالمبور لمنتخب الإمارات الوطني في بداية تصفيات كأس العالم المؤهلة كأس العالم 2022. منتخبنا سيلاقي ماليزيا يوم 10 سبتمبر إن شاء الله القادم. ليما بيمشي، العزيزي يستقبل، سالم يا سالم، والوصل سالم حتى الآن بالبطاقة. يا سلام ليما هتخذ سواريز، مشي الكرة لفرناندو للوصل الإماراتي. يا سلام على لقطة حتى ما قولاك سالم عمر تعلق من خلال اللقطة الماضية. ودنا بكورة، ودنا بلعب. اللعب متعطل في الشوط الثاني بدرجة كبيرة جدا، وأحمل حكم المباراة جزء من خلال هذا التعطيل اللي حصل. إلى خارج الملعب رمي التماس، ما قمنا نشوفها جماد، ما قمنا نشوف أداء. هذه كرة تاع فرناندو كادت أن تذهب، لكن ما قولاك سالم بيسيطر عليها ويتصدى بشكل بارع. ولقطة جميلة جميلة.
رامي التماس العزيزي كما تحدثت تماما التغيير في أرضية الملعب حدث. سالم العزيزي الظهير الأيمن وجورج كلاعب ارتكاز. ضربة حرة مباشرة للهلال السوداني. المهمة صعبة على الفريقين. لا الهلال قادر يوصل مرمى الوصل ولا الوصل قادر يحسمها بهدف ينهي الموضوع، لكن الأمور إلى الآن لا زالت بيد الوصل. جميل التأهل على حساب فريق بقيمة الهلال، جميل، يعطيك دافع كبير في البطولة. عموما المباراة تبقى في أرضية الملعب، لا نستبق الأحداث. كرة للهلال السوداني ملعوبة عالية وعرضية. بيرق يتصدى بشكل رائع. أعتقد محمد بدأ يثبت نفسه كحارس قادم للعرين الوصلاوي. البيرق 2، البيرق الثاني. مباراة كبيرة يا محمد، مباراة كبيرة، انتبهوا. الكرة الماضية تصل إلى فابيو ليما بيسيطر عليها إلى خارج الملعب. رمي تماس للهلال، محمد فضل بيلعبها لنزار، نزار بيمر. الكرة لسالم العزيزي خطأ وضربة حرة مباشرة. أنا أشك حتى في الإحصائية اللي تقول 15 و16 خطأ للوصل و13 خطأ للهلال. أعتقد ممكن مباراة فيها فوق 70 فاول. مباراة كلها فاولات. ما في دقائق لعب فعلية. بالذات في الشوط الثاني. ضربة حرة مباشرة. البيرق إلى خارج الملعب. رمي التماس للهلال. كرة ملعوبة، خطرة للهلال، خطرة للهلال. الكرة لا زالت قائمة بتتخلص. في لاعب اعتقد ايضا، نقول اللي لنا واللي علينا، اعتقد لاعب الوصل ايضا ارتكب خطأ كبير في اللقطة الماضية على نزار. اعتقد عبد الرحمن ايضا كان تدخله عنيف. ربع ساعة. شوف انا هني الحالة هذه اللي اتكلم عنها، تدخل ايضا عنيف كان يستحق اخراج بطاقه من حكم المباراه. ولتن سواريز، سواريز فاول يا زول، فاول يا جماعه، فاول. هذا الخطا وقع والحكم المساعد اشار اليه. ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة. في تجاوز من قلة من الجماهير، إن شاء الله. نهدى 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 ونصلي على النبي، نهدى ونصلي على النبي. من البداية المباراة إذا لم تضبط في أي لحظة هي قابلة للانفلات. خميس اسماعيل يحاول تهدئة الجماهير. ضربة حرة مباشرة للوصل، عالية أمامية أمام المرمى لكنها بتتخلص إلى خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس. سالم العزيزي على تنفيذ رمي التماس للوصل. فاول على ليما. ولمصلحة الهلال السوداني هدف غير كافي حتى الآن للهلال.
بالخطأ الكرة البارك بيسيطر عليها. خطأ من دفاع الوصل في اللقطة الماضية أمام الشعلة وليد الشعلة، لكن سيطر عليها البارك بشكل ممتاز. مباراة كبيرة يا البارك، رغم أن هناك لا توجد فرص كثيرة، لكن تشعر بأنه هو مصدر للثقة لمدافعي. ترى الحارس المرتبك يربك فريق كامل، يربك دفاع على وسط على كل شيء. نزار يحاول يمر، فاول وخطأ لمصلحة الهلال السوداني. فاول ابو عاقله، خطا كان لمصلحته وضد خميس اسماعيل، خطا واضح. ضربه حره مباشره للهلال. سموال ميرغني على تنفيذ الخطأ للهلال. عالية وأمامية، أوه أمام المرمى، أمام المرمى، يا الشعلة يسجل الهدف الثاني للهلال السوداني. الشعلة هو شعلتهم وهو نارهم وهو هدافهم. يستغل خطأ كبير ليتقدم الهلال بالهدف الثاني في وقت حرج تماما من عمر المباراة. هدف ثاني لمصلحة الهلال السوداني عن طريق المهاجم والقناص والهداف الشعلة. خطأ كبير من خميس ومن البيرك في اللقطة الماضية. هدية للهلال السوداني يعلن من خلاله عن التقدم بهدف ثاني. أخطاء مركبة تعلن عن هدف ثاني لمصلحة الهلال وعن تقدمه هنا في أم درمان، لتصبح النتيجة الكلية 2-2 ذهابا وإيابا. هدف ثاني في الدقائق الأخيرة، آخر 10 دقائق من عمر المباراة، وفيها عن طريق المهاجم القناص محمد بخيت الشعلة. الآن نشاهد إداري الوصل يطالبون لاعبي الوصل بالخروج من الملعب. إيش اللي صاير؟ إيش اللي صاير؟ حكم المباراة مش قادر يعمل شيء. هل هناك شيء بعيدا عن عدسة الكاميرا؟ لا نستبق الأحداث. أحمد يوسف يطالب لاعبي الوصل بالخروج من أرضية الملعب. ما الذي يحدث؟ ولماذا هذا كله؟ ليش؟ ما زالت الأحداث معلقة. أجواء يعني معطلة للمباراة حتى الآن، لكن لا نعرف الأسباب الحقيقية. يعني كيف يعني الإعلام لازم يكون يعني مهني وأن يوصل المعلومة بشكل حقيقي وواقعي. نحن لا نعلم الآن شو اللي حدث وجعل إداري الوصل والطاقم الفني والإداري بسحب اللاعبين من أرضية الملعب. شو اللي صار بالضبط؟ فعشان نحن نقول يعني ممكن نشبك مراسلنا من الملعب
يخبرنا يعني اذا في امكانيه اتصال شو اللي حدث بالضبط، لان الاخراج التلفزيوني ما وضح لنا اي شيء، يعني ما شفنا اي شيء. جماهير الهلال تحتفل بالهدف الثاني. احتفال طبيعي ومن حقها. مباراة ان شاء الله ترجع للاستئناف مرة ثانية. مثل ما يقولون في كرة القدم جزئيات بسيطة تؤثر على مسار الفريق في المباراة، ترى جزئيات بسيطة تؤثر على أداء التحكيمي في المباراة. نحن شاهدنا أكثر من تدخل في الشوط الأول، ما كانت القرارات حازمة لضبط المباراة. عموما المباراة تبقى في الملعب وأمامنا دقائق. الهلال سعيد الآن بالتقدم بهدفين مقابل لا شيء، والوصل لا زال موجود والحظوظ لا زالت قائمة. استمرار هذه النتيجة يعني ذهاب لركلات الترجيح. هدف وصلاوي معناته حسم الأمور بشكل كلي. إنا من المنتظرين. يعني المباراة توقفت خمس دقائق، الهدف في الدقيقة 78، الآن الدقيقة 83، هذه خمس دقائق غير التوقفات الثانية. يعني المنطق والطبيعي 10 دقائق أقل شيء وقت بدل ضايع لأحداث الشوط الثاني، أقل شيء على التوقفات والإصابات والأخطاء. كرة للوصل موجودة في الملعب، البطاقة يا الأصفر. كرة ملعوبة على الجهة اليمنى لمصلحة العزيزي. عزيزي أمامية عالية وعرضية، راية وتسلل على ويلتون سواريز. راية وتسلل على ويلتون سواريز. كابتن مسلم أحمد أعتقد موجود، وأراء تحكيمية كثيرة راح تنقال اليوم. عبد اللطيف ألف سلامة إن شاء الله. كرة مشتركة أيضا أصيب على إثرها. حبايب إلى الآن النتيجة حبايب، والوصل انتصر ذهابا في زعبيل بهدفين، والهلال يتقدم الآن بهدفين. فعليا ترى ما لعبنا 10 دقائق في الشوط الثاني. لكن اعتقد ان التغطية بتتواصل وسيتم شرح ما حدث اثناء المباراة من جميع الاطراف. يعني الوصلاوية راح يتكلمون بعد المباراة، الهلالية راح يتكلمون بعد المباراة. مساحة كاملة عبر شاشة ابو ظبي لنقل ماذا حدث ووجهات النظر والذي ادى الى ايقاف المباراة لخمس دقائق متواصلة، وكان يهدد الوصل كأنه بالانسحاب او الخروج من الملعب. خالد واحتياط الوصل. عموما المباراة لا زالت في الملعب. فابيو ليما، خميس اسماعيل، أمامية، ويلتون سواريز. ويلتون يتقدم. فرناندو، أمامية. الكرة بترجع مرة ثانية. عبد الرحمن علي. الكرة للوصل، حبوش بيلعبها أمامية، الكرة لا زالت قائمة أمام المرمى، سلام! وصل الإمارات! فابيو ليما كانت عليمة وكانت إماراتية وصلاوية في الدقيقة 87، الوصل الإماراتي يسجل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليعلن عن تأهل الوصل إلى دور الـ16. يا سلام يا الإمبراطور! الوصل الإماراتي حبوش يا زين
الصناعة ليما ويزين التوقع وخطأ المدافع ليما حطها في المرمى ليعلن عن تأهل بإذن الله للوصل الإماراتي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. ليما في هذا المكان ما يمزع، ليما في هذا المكان يحسم الأمور. حلوة يا حبوش وأحلى يا ليما. التوقع التوقع توقع خطأ المدافع وأعلم من خلاله عن تسجيل هدف إماراتي وصلاوي جميل في الدقيقة 88 من عمر المباراة. الوصل بذاته، الوصل داير يتأهل يا هلال، الوصل إن شاء الله إلى الدور القادم في لحظات حرجة من عمر المباراة. كنت أقول المباراة في الملعب، كنت أقول المباراة في الملعب، والوصل قادر يأخذها من الملعب وخذها الوصل الآن وسجل الهدف الثاني، وعلى إثره يحتاج الهلال لهدفين من أجل التأهل. خلاص المباراة ما فيها ركلات ترجيع. 2-1 الوصل إلى الدور القادم، 3-1 الوصل للدور القادم، 4-1 الهلال يصعد. إن من المنتظرين كرة ملعوبة عالية وأمامية. والله ساسي يقول إن الوصل كان راح يسجل، وممكن ممكن 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 يرفض الخسارة حتى ويسجل هدف ثاني. حالة من الهدوء في مدرجات أم درمان، والكرة الآن لا زالت قائمة لمصلحة الهلال. أمامية الكرة بتبعد تصل على الجهة اليسرى. هدف غالي للوصل، هدف غالي للوصل عن طريق القائد الكبير ليما. ليما الكرة لمحمد فضل وترجع لفضل مرة ثانية. لا زالت الكرة قائمة الآن لمصلحة الدراج من مسافة أمامية. تخلصت، مرتدة للوصل، ممكن تخلص كل شيء، كل شيء ممكن يخلص. بس خفوا من الأخطاء الدفاعية هذه، خفوا من الهدايا اللي حدثت في الهدف الثاني لمصلحة الهلال. الكرة ملعوبة، ويلتون سواريز بيحاول، خطأ لمصلحته، فاول لمصلحته، فاول لمصلحته. تبديل قادم، بن فريج. يشارك فيما تبقى من عمر المباراة. شوف هذا الفاول وهذا الخطأ لمصلحة ويلتون سواريز. الهلال السوداني على مشارف الخروج من دور 32، والوصل لا يهوى اللعب إلا مع الكبار لأنه كبير، ما يحب إلا اللعب مع الكبار. ما كان في فيلم العادل إمام يقول اللعب مع الكبار. الوصل يحب اللعب مع الكبار. عطني الاتحاد، عطني الأهلي المصري، عطني الهلال السوداني. أتمنى ضبط الأمور. عبد الله جاسم مكان البيرق بنلعب بدون حارس يعني؟ لا لا، في وقت بدل ضايع احس يعني، مو بالحين سجلنا اغير رايي، لا، في وقت بدل ضايع ما يقل عن 10 دقائق، لكن ما شفنا الوقت بدل ضايع. الحين بنشوفه، خلينا ننتبه. شوفوا الحكم اسفل الشاشه، 5 دقائق، جزاك الله خير، 5 دقائق. نحتاج الى فار، وهذا نداء للاتحاد العربي، نحتاج الى فار في المباريات القادمه. رايه وتسلل من دور ال 16، طبق طبعا هذا الشيء في الدور الماضي. عاليه واماميه، عبد الله جاسم بيخلصها. 5 دقائق وقت بدل ضايع. الكرة للهلال لا زالت قائمة. موفق بيلعبها، تسديدة قوية هذه إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. قم يا البيرك قم.
جاهزين للوصل والله في البطولة العربية. يعني أذكر حتى في بطولة يمكن في عام 2001 في جدة كان حضور الوصل أيضا قوي. في 93 الوصل وصل الدور نصف النهائي من أبطال الدوري في آسيا، وكان قريب جدا من وصول المباراة النهائية لولا ركلات ترجيح. عالية وأمامية. تتخلص عبد الله جاسم، تعود مره ثانيه للهلال. حكم المباراه يشير على الاستمراريه في اللقطه الماضيه. شوف الاعاده ونقول راينا بوضوح، لكنها لقطه حرجه جدا في المباراه. نشوفها بشكل اوضح. شوف 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 هني، هل في تلامس؟ والله الحالة صعبة، الحالة صعبة. البيرك بيلعب أمامية، تصل في منتصف الملعب محمد فضل، خميس إسماعيل معاه. الوصل إلى الدور القادم. على الجهة اليسرى لدفاع الوصل كرة ملعوبة للهلال السوداني، لكنها بتتخلص ترجع مرة ثانية. الوصل كرة مرتدة لويلتون سواريز، الكرة لا زالت قائمة لكن خروج لحارس المرمى سالم عمر. سالم بيلعبها أمامية، تخلصت الوصل من بعيد، من بعيد فرناندو لم، لكنها طالت رجعت مرة ثانية. خلاص دقيقة ونصف ويعلن تأهل الوصل رسميا إلى الدور القادم على حساب شقيقة الهلال السوداني بمباراة كنا نتمنى نشوف فيها أداء أجمل وأفضل، ولكن أدت يعني كثير من الحالات التحكيمية، الكثير من التوقف، الكثير من العنف في تعطيل بعض الأمور. يوسف أحمد فرناندو جايبور، مباراة كبيرة أداها هاردك للأشقاء للهلال السوداني. مبروك للوصل الإماراتي، حتى الآن التأهل الصعب من أم درمان. من ملعب المقبرة خرج الوصل حيا، حيا بالبطاقة وحيا بالتأهل. حميد باخر شوف بستان ما كان الوجه يا حميد قبل 20 دقيقة، ما كان الحال هذا الحال. هي نتيجة كرة القدم، تفرحك وتحزنك، المهم الروح الرياضية تبقى. تدخل على عبد الله جاسم يستدعي يمكن بطاقة حمراء. مباراة اليوم والله يا جماعة يمكن فيها ثلاث إلى أربع بطاقات حمراء. شوف 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 الآن عبد الله، يا ساتر. هذا اللي يخاف حكم المباراة الآن، وهذا مشجع يخترق أرضية الملعب والكل يطالب. خلاص باقي 10 ثواني وبدت الفوضى تحدث للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد. يعني هذا المنظر يضرنا جميعا، يضر بطولتنا، يضر تجمعنا، يضر. طيب صفر وخلاص يعني كلها غضب من جماهير الهلال وفوضى تحدث صراحة. يعني نحن نفرح بالمشاركة العربية الجمة الفرق الكبيرة، لكن لا نفرح بهذه المناظر، لا نفرح بهذه المشاهد. ما كان هناك شيء يستدعي حدوث كل هذا والتعطيل. و يعني لو كان في فار اليوم 4-5 بطاقات حمر في المباراة. العب راح يصفر، العب راح يصفر.
صفر حكم المباراة وأعلن تأهل الوصل الإماراتي إلى الدور القادم على حساب شقيقة الهلال السوداني. وألف ألف مبروك للأسرة الوصلوية وهاردك للهلال السوداني الشقيق، وإن شاء الله نلتقي فيما هو أجمل وفيما هو أفضل وبلاد العرب أوطاني وأمجاد يا عرب. عمو مقبرة الهلال خرج الوصل حي. تفضل يا حامد، يعني شو المنظر اللي نشوفه؟ تفضل يا يعني حتى الفرحة نقصت. مبروك لوصلنا وهاردك للهلال. تفضل يا حامد. لا أنا حاطلع لايف عديل. شكرا للزميل عامر عبد الله وسط هذه الأجواء المشحونة هناك في أم درمان الوصل.